جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول امرأة تأتيها الدورة الشهرية 7 أيام تقريبا، ولكن بعد أن استخدمت مانع الحمل أصبحت دورتها تصل إلى 9 أو 10 أيام في كل شهر، فهل تترك الصلاة والصيام تلك المدة كلها أم تتركها 7 أيام فقط وتغتسل وتصلي وتصوم بقية الأيام؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. إذا كان الدم متصلا ولم يخرج عن 15 يوما فإنه يعتبر حيضا، فإنه ممكن أن تزيد العادة وأن تنقص لأسباب، ومن ذلك تعاطيها هذا العلاج فإنه قد يمدد في مدة العادة ويزيد فيها. فما دام أنه دم متصل ولم يتجاوز 15 يوما فإنه يكون عادة تنتقل إليه، تترك الصلاة والصيام أثناءه.